سنوات مرت ولم يتغير الحال بعد عليهم. هنا في قطاع غزة المحاصر تعيش 300 عائلة في منطقة أطلقوا عليها اسم النهر البارد لشدة برودتها. يعيشون على أرض حكومية تستخدم مكبا للنفايات في أوضاع إنسانية مأساوية لا تشبه مقاومتها مقومات الحياة الطبيعية. احنا عايشين هنا بقالنا فترة كبيرة، المعاناة عندنا هنا تقدر تقول مأساوية مش صعبة. عندك مشروع كب النفايات من ورانا، منطقة كب النفايات هذه مليانة حياية ومليانة عقارب تيجي للدور عندنا. بيوت من اسمنت ونيلون بناها هؤلاء هنا بسبب فقرهم وعدم قدرتهم على دفع مترتبات العيش في بيوت عادية. النفايات فقط هي ما يحيط بهم، نفايات تجلب معها الحشرات والأمراض. وتبعد المنطقة هنا عن أقرب نقطة طبية وتعليمية ما يقارب 3 كيلومترات، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا. الحياة صعبة يا بني هانا، يوم بتلاقي أكل ويوم وعشرة لا، بقول لك بصراحة. وهنا وضع الناس تحت الصفر، يعني في بعض خش الدور بتلاقيها المطر بتسرب عليها وعلى أولادها، اللي صحن هنا وطنجرة هنا صينية هنا وكف هنا، صعبة. 11 عاما مر على بناء أول منزل في هذه المنطقة، ولا تحاول الجهات المعنية حتى اليوم انتشال هؤلاء من مأساتهم أو إيجاد حل لهم، الذين لا حيلة لهم سوى انتظار معجزة قد تعيد لهم بسمة نسيوها.